احنا بني ادمين بنحس بأهلنا. انا بالاصل من دير ياسين، واللي بتخلى عن اصله قليل الاصل. قررت عدم المشاركه اذ ان الوطن مبدا والمبادئ لا تسقط، فكان من السهل علي ان اتنحى عن حلم الفوز بالبطوله على ان اقف بمواجهه الاسرائيلي، على الرغم من أنا مش حررت، بالعكس يا دوب نقطة بحر اللي أنا بقدمه لأهلي في فلسطين. مرتي كانت على وجه ولادة، ولدتي بعد ولادتها بخمسة أيام بالضبط أنا طلعت على البطولة. طبعاً طلعت عندي شغلتين كانوا كتير شغلين تفكيري، اللي سافر وتارك مرتي يعني مش موقف معها أساعدها. الشغلة الثانية إنه أنا راح كثير شغلات تغير معاي بالنسبة للبطولة، إذا جبت مكافأة مادية بصير في تكريم عنا، بنعرف أكثر في بلدي وممكن أندية كبيرة يعني تطلبني أدرب عندها أتوظف عندها، ممكن إنه حتى كمان يعني صح لي فرصة إنه أطلع برا أدرب. كان حلمي إن أنا أجيب هاي البطولة، وإنك تجيب ذهبية عالم يعني إشي مش سهل، إشي كثير كبير. وصلنا غاد على البطولة واجت قرعة تاتي مع لاعب الاحتلال. أنا هون يعني إذا كأنك جبت قنوة ضربتني فيها، إنه شو بتحكي؟ يعني ما راح ألعب، واللي حطه براسي واللي أنا بدي أروح فيه بإذن الله حط ألف شغلة براسي إنه أنا ما بدي ألعب. فهون أنا قررت إنه أنسحب. شلحت الجلافز طلعت على الغرفة عندي فوق، يعني صدقاً قعدت فقعت من الأيام. فقعت بيقول لي انه انا مش رح العب. ليش؟ اولها هو من توتره مش قادر يشرح لي بالضبط، فانا لاني كنت معه لحظه بلحظه قلت له العب، لانه يعني عز علي يروح من بلد لبلد وكل شيء عمله يروح على الفاضي. بس لما هدي وفهمني القصه كلها هذا لحاله بيبسطني، وبانه اولادنا رح يكبروا ويشوفوا اسمه مش بس كرياضي، بس اللي عمله اسمه بكثير من اي القاب واي ميداليات. هما دائما يعني بحاولوا يخشوا عن طريق الرياضه انه يعملوا سلام، اللي بتسمعوا عنا لا ما بصير. كثير ناس حكت لي ليش ما بتضربوا بتزتوا برا الحلبه، فهمتهم وجهه نظري انا، الحكم الحلبه راح يخليني اسلم عليه، بعدين راح يحكي لنا انه فايت، هون انا راح خلص بلعب معاه واعترفت انه في دوله، فانا ما بشرفني احط ايدي بايده يعني نهائيا، حتى الجيل اللي طالع متذكر انه في قضيه فلسطينيه، هاي ليوم الدين انه قضيتنا مستحيل انه نتنازل عنها.